طيب نرجع تاني بقى لموضوع بقى. الشغل. اه احنا وقفنا عن ان حضرتك تخصصت في الريسيفرات. اه كمل بقى وبعدين جيت قلت اجيب طبق بقى لنفسي واطلع اركب طبق لنفسي. طبعا طبعا في بدايه الكلام انا جبت حد يركب لي طبقي عشان برضو انا ما اركبش لنفسي طبقي. بس اتعلمت في حاجتي. لان المنظومه كانت غاليه ولفات بقى ايام زمان 3000 جنيه وبتاع يعني 30000 السنه دي. فحضرتك متخيله طبعا الوضع. طبعا كانت المنظومه غاليه وقلت لا طب انا ليه ابوظ حاجه الناس، انا اجيبها في حاجتي. تمام اشتريت وحد جه ركب لي. اتصلت بشركه جت ركبت لي. بدات اجيب مجلات واقرا الترددات والاخمار والمواقع المداريه لكل قمر. وبما اني خريج تاريخ فانا دارس جغرافيا فاعرف يعني ايه موقع مداري. لما الحمد لله ادركت ان انا اتعلمت بدات انزل اقول انا عايز اشتغل. هتخش البيوت؟ اه هتخش البيوت. طب هتطلع على اللص؟ اه هطلع على اللص. تمام. ف خطوه جريئه بصراحه. الاجرأ من كده كمان انك تطلعي على سطح مالوش سلم سور. ولا له سور. اه لا ومالوش سلم اصلا. اصلا عندك بير السلم زي ما بيسموه كده. تمام. انا بقى اطلع بقى واتحرك واشتغل وزي ما ربنا اكرمني ووقف جنبي حماده في الكمبيوتر ومحمد صاحبي وصاحبه في الموضوع الريسيفرات والسوفت وير. ربنا اكرمني بناس امنت بيا او بتجربتي بمعنى اصح. وما زلت حضرتك الى الان متميز ومتخصص في الريسيفرات. اه الحمد لله. والحقيقه ان حضرتك حكيت لنا قصه كفاح عظيمه. لما انا قلت الاول ان الشعب المصري بيقهر المستحيل اكيد حضرتك خير نموذج لده. واكيد حضرتك ما شاء الله عليك يعني خدت التنمر ده كله وحطيته تحت رجلك عشان تقف. طبعا.